يقول السائل: أجلس مع والدي في مجلس واحد عند زيارتي له، فيقوم بمشاهدة التلفاز والتدخين وأنا موجود. يقوم بمشاهدة التلفاز والتدخين وأنا موجود. وأنا موجود. نعم. كيف أقوم بنصيحته مع أنه شديد جدا علينا، وأخشى أن أقع في ذنب عظيم عند جلوسي معه؟ انصحها بالرفق واللين والتعطف، انصحها بالتي هي أحسن، ما بالرفق واللين، فإن قبل وإلا فلا تجلس معه وقت المعصية، ابتعد عنه وقت المعصية، وإن اهتدى وقبل فالحمد لله. نعم.